نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين يوميا نكون معنا النهارده روزان نصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره روزان صباح الخير صباح الهنا عليكي واحكي لنا اولا طبعا عن الاجواء عندك في النادي واخر الاخبار اللي انت محضراها وطبعا كمان حاله الطقس لو... بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الجو حر, جو حر من, من شهر المشهد شهر اللي احنا شايفينه <applause> 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 اتفضلي يا روزان في البداية طبعا بصبح عليك أنا هوند وصباح الخير يا فاروق وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة متواجدة معاكم لنقل طبعا آخر الأخبار والحقيقة كل الأخبار النهاردة متعلقة بالفريق الأول ولكن قبل ما أدخل في الأخبار اللي معايا خليني طبعا أطمنك على الأجواء المتواجدة هنا في الفرع يعني هوند زي ما طلبتي يعني يمكن هو الجو مش حر خالص بس أنا بالنسبة لي كده الجو معتدل ولكن في طبعا نسبة مش قليلة ابدا من الاعضاء متواجده هنا يمكن من الساعات الاولى من افتتاح النادي والكل متواجد هنا طبعا يعني اللي بيفطر واللي بيشتغل على اللابتوب واللي يمكن كمان منتظر اولاده يخرجوا من المدارس فالاجواء نقدر نقول ان في اجواء طبعا يعني متواجده بشكل كبير من قبل الاعضاء خلينا بقى نروح لاخبار الفريق الاول النهارده خلاص يعني امبارح طبعا واصل تدريباته على ملعب مختار التتش هنا بالجزيره استعدادا للسفر طبعا لتنزانيا لمواجهه فريق سيمبا المقرر لها طبعا يوم الجمعة القادم في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأفريقي وعقد طبعا مارسيل كولر يعني مدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق الميران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة بالاستعداد طبعا الكامل للمباراة كمان يعني خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم وفقا طبعا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني قبل ان يستكمل جميع فقرات الميران كمان قاد ميشيل يانكم مدرب الحراس ميران قوي جدا بمشاركه مصطفى شوبير مصطفى مخلوف وثنائي الشباب طارق حسن وعمر كامل خلينا بقى نطمن يعني المشاهدين سريعا كده على اللاعبين يعني كريم فؤاد لاعب الفريق واصل تنفيذ فقرات برنامج التاهيل والعلاج الطبيعي الذي بيؤديه طبعا على هامش مران الفريق اما بالنسبه ايضا لندفد ورامي ربيعه وصلاح محسن فشهد طبعا انتظام الثلاثي في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي كمان يعني وصل ديانج للقاهره خلال الساعات الماضيه بعد اداء طبعا مباراه منتخب بلاده امام السعوديه ضمن الاجنده الدوليه وانتظم ايضا في مران الفريق اما بقى عن عمرو سليه ومحمود متولي فيؤديان مرحله جديده من برنامج العلاج الطبيعي المخصص طبعا ليهم ودكتور الفريق اوضح يعني ان سليه ومتولي خضعا لقياسات بدنيه وعضليه خلال الساعات الماضيه وفي طبعا تحسن كبير جدا في حالتهم وخلاص يعني يعني قريبا جدا ينضموا للتدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا الكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي يطير مساء اليوم لتنزانيا برفقه الكابتن سمير عدلي المدير الاداري ليسبقوا طبعا بعثه الفريق الى العاصمه دار السلام وياتي طبعا هذا السفر من اجل انهاء كافه التدريبات الخاصه بوصول البعثه والاجراءات طبعا المتعلقه بالاقامه والانتقالات وملعب التدريب قبل طبعا مواجهة سيمبا الملتقبه أخيراً بقى الدكتور أحمد الله طبيب الفريق يعني قال أنه تم منح اللاعبين جرعة جديدة من التطعيمات الخاصة بالملاريا استعداداً طبعاً للسفر لتنزانيا وأوضح كمان أن اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري وكافة أعضاء البعثة قد حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيمات بعد طبعاً مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري وأشار كمان أن هناك ملف طبي عن الحالة الصحية لكل لاعب تم إعداده طبعاً مسبقاً لتسليمه للجنة المنظمة لبطولة طبعا الدوري الإفريقي طبعا كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي مباراة تنزانيا القادمة مباراة سيمبا طبعا التنزانيا القادمة ودي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا من النادي الأهلي بشكركم وعودة لكم مرة تانية